الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول الحق سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول سبحانه مخاطبا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: هذه الآية نزلت في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الاصطفاء، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا. فهم اصطفاء من الله لسيدنا رسول الله ولهذه الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإن ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإن ذهبوا أتى أمتي ما توعد. فهم أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين طالما تحدث القرآن الكريم عنهم في مواضع عديدة، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وفي بيعة الرضوان تحت الشجرة المباركة في يوم الحديبية، يوم أن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر حتى النصر أو الشهادة، نزل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال المفسرون وأهل العلم: علم الله ما في قلوبهم من الإيمان والصدق، وكانوا نحو 1400 صحابي بايعوا سيدنا رسول الله واحدا واحدا. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الحديبية يريد العمرة أرسل سيدنا عثمان بن عفان ليعلم أهل مكة، ليعلم قريشا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا لا يريد قتالا. وهنا قالوا سيدنا عثمان: يا عثمان، لن نسمح بدخول محمد صلى الله عليه وسلم مكة هذا العام أبدا حتى لا يتحدث الناس أنه دخلها عنوة، ولكن ليكن من العام القادم. وضار حوار بينهم وبين سيدنا عثمان، وأرادوا أن يستميلوا سيدنا عثمان، فقالوا له: يا عثمان، نحن لا نريد أن يدخل محمد هذا العام حتى لا يتحدث الناس أنه دخل علينا عنوة، ولست أنت بممنوع من طواف البيت، البيت أمامك، إن أردت أن تطوف بالبيت فطوف. فقال لهم سيدنا عثمان: ما كان لعثمان أن يطوف ورسول الله ممنوع، كيف أطوف وأنتم تمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لعثمان أن يطوف ورسول الله ممنوع. وأشيع أن سيدنا عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على البيعة والمناجزة والصبر حتى النصر أو الشهادة، فبايعوا واحدا واحدا، بايعوا نحو 1400. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيعة أصحابه وضع إحدى يديه في الأخرى
وقال صلى الله عليه وسلم لما انتهوا من البيعة وضع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه في الأخرى وقال وهذه بيعة. سيدنا عثمان كان له منزلة خاصة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخصه بمزيد من الحياء منه. وسألته السيدة عائشة يوما يا رسول الله من عثمان بن عفان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بأرومة وله الجنة اشتراها عثمان فجعل ماءها في المسلمين، ولما قال من جهز جيش العسرة فله الجنة جهزه سيدنا عثمان، جهز سلس الجيش وحده وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القبلة في المحراب بألف دينار من الذهب الخالص، وأخذ يصب الذهب صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إضافة إلى أن سيدنا عثمان ممن شهدوا بدرا وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وفيه من كانوا معه من أهل بدر لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نسأل الله لنا ولهم الرضا والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.